أن أزف البشرى إلى رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أن الله تبارك وتعالى أكرم جلالته بازدياد مولود ميمون الطالع في تمام الساعة 46 دقيقة من صباح يومه الخميس 6 ربيع الأول 1424 هجرية الموافق ل 8 ماي 2003. الثامن من ماي من كل سنة، ذكرى الحدث السعيد، ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. مناسبة يتجدد فيها التعبير عن الارتباط المكين بين العرش والشعب. حدث يشارك فيه الشعب المغربي بكل فخر واعتزاز أفراح الأسرة الملكية الشريفة واحتفالاتها بحلول الذكرى 17 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. مشاركة هي امتداد وتجسيد لأواصر التلاحم والترابط التي ظلت على الدوام تجمع بين العرش والشعب. ففي مثل هذا اليوم سنة 2003 أشرقت جنبات القصر الملكي العامر بميلاد ولي العهد الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم مولاي الحسن. وعمت الاحتفالات البهيجة أرجاء المملكة بدءا بإطلاق المدفعية ل101 طلقة احتفاء بالمولود السعيد وما واكبها من تدفق تلقائي للمواطنين على ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط وصولا إلى حفل العقيقة الذي أقيم في 15 ماي سنة 2003. إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد هو تعبير عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ البلاد، السلطان مولاي الحسن الأول وجلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، تجسيدا لاستمرارية العرش واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ. استمرارية تطبع تاريخ الدولة العلوية الشريفة التي حافظ ملوكها القيم والمبادئ التي تأسست من أجلها المجسدة في شعار المملكة الله الوطن الملك. الاحتفال بهذه الذكرى السعيدة تأكيد على الأهمية الجليلة لمؤسسة ولاية العهد داخل أركان الدولة ونظام الحكم، أهمية تبرز من خلال حرص موصول لجلالة الملك على تنشئة سمو ولي العهد وفقا لبرامج مخصصة للتربية والتكوين شاملة ومضبوطة. بعميق فخر وبكل اعتزاز يتابع الشعب المغربي تفاصيل الحضور اللافت والمتميز لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. عديد مناسبات وطنية وتظاهرات دولية وملتقيات ومحافل تحظى بترأس سمو ولي العهد لفعالياتها،
حضور يتجلى عبره التأكيد على استمرارية المملكة في ظل توحد العرش والشعب. كما يمثل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن جلالة الملك في عدد من المناسبات الوطنية والدولية. ففي 14 من ماي من السنة الماضية، وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مأدبة فطور وعشاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 63. رأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة القنيطرة حفل تخرج الفوج 19 للسلك العالي للدفاع والفوج 53 لسلك الأركان، حيث قدمت لسموه الحصيلة السنوية لأنشطة الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا والنتائج المحصل عليها من قبل الضباط المتدربين. وبنفس المناسبة أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي وشهادات سلك الأركان. وبإقليم الفحص أنجرى بجهة طنجة طوان الحسيمة، مثل صاحب السمو الملكي ولي العهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، منصة ستمكن من تحويل المركب المينائي طنجة المتوسط إلى ميناء رائد وأول قدرة مينائية بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تابع سمو ولي العهد عرض شريط مؤسساتي يبرز مختلف مراحل إنجاز المركب المينائي طنجة المتوسط ومختلف مؤهلاته، إضافة إلى العروض التي قدمت خلالها تفاصيل المشروع وآفاق تطوره. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد. أمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بعاصمة المملكة الرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 12 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الرعاية السامية لجلالة الملك رئيس لجنة القدس. وبحلبة المدرسة الملكية للخيال بمدينة تمارا ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن حفل تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمباراة الرسمية للقفز على الحواجز، حيث تابع سموه أطوار المسابقة وسلم الجائزة الكبرى للفائز وجوائز المراكز الأربعة الموالية. ومثل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن جلالة الملك في المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، حيث حضر سموه إلى جانب رؤساء الدول والحكومات والشخصيات البارزة المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل. كما حضر سمو ولي العهد في قصر الإليزي مأدبة غداء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا المراسيم الرسمية لتشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.
الذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، فرحة كبرى تجمع بين العرش والشعب، تتجدد فيها أواصر التلاحم والترابط والتعلق المتين بقائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحدة البلاد وتماسكها واستقرارها تطورها ونموها، فرحة يعيشها الشعب المغربي بكل مكوناته، متجدرة في أصالته، شعارها الله الوطن الملك.